سلبيات. أول عرض لوجود القطيعة والطلاق العاطفي هو ما يمكن أن يسمى ترك الحديث اللي هو شيوع الصمت. ساعات الزوج زوجته ما يتكلمون يا بعض. لو يوم بغدا قال فلان نعم بابا روح لأمك تحط الغدا. أبوي أمي توها طالعة من عندك شن قلت لها قوم روح قوم روح روح قل لأبوك بفلاجة ما فيها ودمة أكو أبوي مقاعد متاح شرب شاي هني ما كلمتينه روح يا ولدي يقول روح الله يستر عليك. هذه معناه شنو؟ معناه هو موجود وهي موجودة ما يتكلمون يا بعض. هذا علامة. وإذا زارهم واحد إيه الزواج سبح حل يعني. لكن إذا زارتهم أحد مثلا زارهم أخوها أو زارت أم جد يسولفون قدام الضيف كأنهم طبيعيين. من يطلع الضيف بس يصك الباب رجعت حليمة لعادتها القديمة. هذا معناه موجود العرض رقم واحد. العرض رقم اثنين غياب لغة الحوار. حتى لو في مشكلة إذا أحبك أحاورك وإذا ما أحبك الصغيرة أسويها كبيرة. أضرب مثال الآن لو أنا قاعد أمشي في الشارع وطلع علي سيارة طلعة خطيرة خطيرة يعني أحمق أغضب أنفعل وأروح وراه وانزل لي بهاوشة خلاص ولا فتح الجامل. هذا حبيب القلب هذا الشخص كلش أعزه واحترمه. سلام شو اخبار لهني قال حياك الله شعوالك زمان شفناك. هاي الحمق كله في لحظة راح. آخر شي يوم بمشي أقول له كأنك طلعت علي قال إيه سامحني قلت له لا عادي حال واحد وارجع ولك. هذا إذا يجي الحب يجي الحوار. إذا يجي الكراهية أنا الغلطان وأنا اللي أتزمر والصغير الخطأ الصغير عندي ما يتحمل ولا يطاق. هذا عرض رقم اثنين. العرض رقم ثلاثة الانسحاب من المعاشرة من النوم مع بعض. وين شي وين زوجي شي نام قالت صار لي حن شهر نام في المجلس على قولتنا مبوز وحمسان وساعات تقول زوجتك تنامي يا قال لا تنامي يا الأطفال صار لها شهر الحين ما يحبون يلتقون. ها علامة أخرى. بعد غياب التودد اللي اليوم يسمونه الرومانسية. هاي التودد الكلام الطيب الفعل الطيب الهدية هاي كلها مو في القاموس. تقول لي يعني آخر مرة شفت زوجتك مبتسمة إلك متى؟ قال والله ما أذكر ما أحط في دمتي مدة طويلة. وهي نفس الشيء تقول لي يقولون زوجيش إذا يقعد كل لطيف نكتة رايحة نكتة جاية ويضحك. تقول هذا حكي بس سمعناه لكن بين الحق والباطل أربع أصابع. هذا إذا خلص بتر الضحك رجع البيت. هذا قبل لا يوصل البيت بساعة وصلنا الرعب. يسير الرعب قبله بساعة. هو هي ولادها الحين بيجابوكم ويرتعدون كلهم. ففي حالات من القبيل ما في تودد هذه علامة أخرى لانقطاع العاطفة بينهم. النفور الشديد النفور الشديد راح مستانس ما يجي البيت قبط يعني من يذكر راح يبلش البيت انزعج. واحد يقول لما ما انتنا كيف في بيت أبوي العود كله تضحكين ويجين بيتنا ما تضحكين. اسكت اسكت هذه معناه نفور في البيت. وساعات تفكر هي تنفصل ويفكر يطلق نادم على الزواج واحنا مأذون. انا شفتوني اجي اعقد عندكم في الماتم ساعات اشوف واحد اقول له يقول لي تتذكرني اقول له مو غريب علي يقول انت اللي زوجني يقول لي بشر قال تمام اقول الحمد لله. اشوف واحد يقول انت اللي ورطني شيخنا اقول له انا خب ما جيت اخترت لك البنت انت اخترت وخلصت جيت انا كلمتين. فعلى كل حال بعض الاحيان الواحد كلمته تدل على ندمه معناه ما في عاطفة في البيت. بعد من ضمن الامور رمي المسؤوليات. تقول لي ابو فلان ولدك عنده موعد في السلمانية وتصرفي. اقول لك موعد ولدك وانت يومك اجازة هاليوم. قال اشوف اخواني اشوف احد ما لي علاقة.
كله يبي يهرب من البيت ومن مسؤوليات البيت، وهي نفس الشيء إذا هي الكارها. هذه علامة أن المودة خفت وتلاشت. بعد الأنانية. الأنانية يعني وين؟ الأنانية يعني الزوج يحب روحها والزوجة تحب روحها، وإيش تطبخ اللي ما يشتهي هو، أهم شيء هي تأكل. إذا راحوا المطعم يجيب له يشتهي، حتى لو هم يشتهون ما يهم أحد. الحب يقدم الغير. يعني الآن لو أنا أتصل لبيتنا لزوجتي متأخر أقول لها أجيب يا عشاء، قلت كنا تعشينا، أنت مالك عشاء اشتر لك إياك في الطريق، أجيب لي مثلا سندويشة لو سندويشتين، أدش البيت كلهم متعشين. يجي ولدي يقول بابا أمبي، قل له هاك بابا، تقول له أمه أنت متعشي، أبوك مو متعشي، خل أبوك يأكل. أقول له خليه يأكل، صراحة أنا الجوعان هو شبعان، بس الحب يخليني أقدم على نفسي أؤثره، فأقول خليه يأكل، كل بابا كل. إذا جاء الحب جاء الإيثار، وإذا راح الحب جت الأنانية. فإذا الأنانية هي سيدة الموقف في العلاقة مع الطرف الآخر، معناه ما في حب، في كراهية. ما تستاهل أعطيها دي خلت ولي، هي تقول بعها هذا خلي ولي، ما شفنا منه خير. فيصير كل واحد يرمي الآخر بأقبح التهم. إذن هذه علامات. العلامة الأخيرة تحطيم شخصية الآخر. مثلا أقعد أنا أقول غير مرت أخوي، وين مرت أخوي، وين أنتين، أما وين جاء وجاب وجاب، أتشغلون تلفزيون شوف هذه منتين، بس كسر فيها. وهي بعد تقول زوج اختي غير، يحترم ويقدر، زوج اختي عنده اخلاق، وزوج اختي عنده شهادة، يعني هي تكسر في شخصيتي وانا اكسر، اي معناها في عداوة ليست مودة. هذه باختصار سلبيات واعراض. اثنين، حالة الطلاق العاطفي.